السلام عليكم تلاميذة مؤسسة المقري، معكم أستاذ بدر مسلم، أستاذ تعليم تنوتي لمادة الفيزياء والكيمياء. دائما في السلسلة ديال المراجعة ديال الكيمياء غنشوفوا الدرس ديال تفاعلات أكسدة اختزال، رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. أول حاجة غنبداو بها هي تفاعل أكسدة اختزال، حيث غنشوفوا بها التعريف ديال ما هي الأكسدة وما هو الاختزال. إذا نبداو بالأكسدة، هي فقدان إلكترونات من قبل نوع كيميائي خلال تفاعل ما، يعني الأكسدة يتم خلالها فقدان الإلكترونات. أما الاختزال بطبيعة الحال يكون العكس، هو اكتساب إلكترونات من قبل نوع كيميائي خلال تفاعل ما. إذا ما هو المؤكسد وما هو المختزل؟ المؤكسد هو كل نوع كيميائي قادر على اكتساب إلكترونات خلال تفاعل كيميائي. إذا المؤكسد هو واحد نوع كيميائي قادر باش يكتسب واحد إلكترون واحد أو أكثر. أما بالنسبة للمختزل، هو كل نوع كيميائي قادر على فقدان إلكترونات خلال تفاعل ما، بطبيعة الحال تفاعل أكسدة اختزال. أمثلة لمؤكسدات، المؤكسد عندنا Ag بلس و Cu2 بلس، هادو مؤكسدات يعني قابلة على اكتساب إلكترونات. وهادو المختزل Cu2 بلس Cu باردون و Fe، هادو أنواع كيميائية قادرة على فقدان الكترونات، يعني تقدر تعطينا الكترونات. اذا نمروا لتعريف تفاعل اكسده اختزال. يعني تفاعل اكسده اختزال هو تبادل الكتروني بين مؤكسد ومختزل، بمعنى ان عندي واحد نوع كيميائي قادر على فقدان واحد اخر قادر على اكتساب. يعني هذاك اللي قادر على فقدان غيعطي لهذاك النوع الكيميائي اللي كيكتسب، وبالتالي كنتكلموا على تفاعل اكسده اختزال. كما تكلمنا في قبل على تبادل بروتون اش بلس في تفاعل حمض قاعده، يعني قلنا واحد نوع كيميائي قادر على فقدان اش بلس والاخر اكتساب اش بلس، فتفاعل اكسده اختزال نوعا ما نفس البروسيدور، يعني تفاعل اكسده اختزال وكيتبادلوا فيه الالكترونات عوض البروتون. تما كنتكلم على تفاعل اكسده اختزال، والدرس راه مهم بزاف بزاف بزاف، حيت هو اللي كيعتمدوا عليه في الدروس الاولى ديال الكيمياء السنة الثانية بكالوريا. إذا هنا غنتكلموا على مزدوجات مؤكسد مختزل. تكلمنا في الدرس اللي فات على مزدوجات حمض قاعدة، دابا على مزدوجات مؤكسد مختزل. يكون نوعان كيميائيا يكون نوعان كيميائيا مزدوجات مؤكسد مختزل. أوكس ريد، دائما المؤكسد كيكون الفوق سلاش المختزل. أوكس ريد، أوكس على الريد، فهم دائما المؤكسد كيكون الفوق، فهم. إذا كان بالإمكان التحول من نوع إلى آخر باكتساب أو فقدان إلكترون أو أكثر. إذا هنا دائما باش كتكون عندي مزدوجة خصني نحدد المؤكسد ونحدد المختزل. دائما في المزدوجة ديالي كنحط المؤكسد هو الفوقاني وكندير سلاس وكندير المختزل ديالي. هنا نتكلمو عن نصف المعادلة، يعني أي مزدوجة كنكتبو لها نصف المعادلة المرافقة له. يتحول مؤكسد مزدوجة اللي هو أوكس الى مختزل مرافق له، تتحول لهذا غاد غيديكتور المختزل المرافق له، او العكس يمكن هذا الغيديكتور يتحول ليا الاكسيدون حسب الظروف التجريبيه المتوفره. للتعبير على هذين التحولين نكتب، يعني ما غنكتبش كل واحد بوحدو، غندير فقط واحد وغندير سهمين، بالتالي نصف معادله كيكون على هذا الشكل، ان غاد هذا مؤكسد كيعطيني اوكس زائد ان الكترون. علاش الالكترونات دائما كتكون حدا المؤكسد؟ لانه هو النوع الكيميائي اللي قادر على اكتساب الكترون. علاش قادر على اكتساب الكترون؟ داكشي علاش كنحطو حدا الالكترونات. اما الريديكتور ما يمكنش ليه نحط حدا الالكترونات، علاش؟ هو اللي كيعطينا الالكترونات، مفهوم؟ اذا مثال باردون، هاد ان نعرفو، هاد ان هي عدد الالكترونات المكتسبه او المفقوده، بمعنى اخر هي عدد الالكترونات المتبادله بين المؤكسد والمختزل، فهم. ان هاد ان صغيره اللي مضروبه في او، هادو هما الالكترونات، هي عدد الالكترونات المتبادله بين المؤكسد والمختزل. امثله لمزدوجات، عندنا مزدوجه الاولى زد ان دو بلس على زد ان، نصف المعادله ديالها كتكتب على هذا الشكل، زد ان دو بلس زائد جوج الكترونات كتعطيني زد ان. اذا فين هو المختزل؟ المختزل هو دائما اللي كيكون تحت والمؤكسد كيكون الفوق. اذا المختزل هو فيليز الزنق كتشوفوا هنا السوليد اس، والمؤكسد هو ايون الزنق،
مفهوم. ندوزو للمزدوجة الثانية، خصنا نحدو حنا المزدوجة. عطاونا نصف المعادلة، عندنا شنو هنا؟ دائما كيكون لإحدى الإلكترونات هو المؤكسيد، أج بلس هو المؤكسيد والآخر هو المختزل، مختزل. وبالتالي غنشدو المؤكسيد الفوق، دائما الفوق كيكون، يعني تكون أج بلس على أج، مفهوم؟ أج بلس على أج. اسم مختزل فيليز الفضة، واسم مؤكسيد أيون الفضة. نمرو للمزدوجة الثانية اف او دو بلس اف او، بالتالي فين هو المؤكسيد ديالي؟ هو اف او دو بلس غيكون وحداه الالكترونات، و اف او هو المؤكسيد، بالتالي غتكون اف او دو بلس زائد جوج ديال الالكترونات. علاش عطينا اف او؟ دابا نعرفو علاش درنا هنا جوج وما درناش واحد وما درناش ثلاثة في موازنة معادلة. إذن اسم المختزل هو فيليز الحديد، والمؤكسيد هو أيونات النحاس الحديد الثاني، أيون الحديد الثاني. ألوغ في المزدوجة الأخيرة خصنا نحدوها، أعطونا اسم المختزل واسم المؤكسيد. أيون الحديد الثاني ها هو، هو Fe2+، أيون الحديد الثالث هو Fe3+. هذا هو المختزل، هو اللي يكون لتحت وهذا غيكون الفوق. يعني المزدوجة ديالي بكل بساطة هتكون هي Fe3+ على Fe2+، Fe3+ على Fe2+. بالتالي نصف المعادلة الإلكترونية يكون هو Fe3+ زائد إلكترون كيعطيني Fe2+، مفهوم؟ هنا نديرو مثال ديال Mn4- على Mn2+. هذا هو المؤكسيد ديالي وهذا المختزل ديالي. اش كنسميو هاد المؤكسيد ديالي هو برمانغانات، و Mn2+ هو أيون المنغنيز. إذن يجب على نصف معادلة احترام ماذا؟ احترام انحفاض العناصر الكيميائية. بمعنى أن باش كتكون عندي في المعادلة كنشوف على اليمين عدد الذرات اللي غيكون عندي في عندي في اليمين غيكون عندي نفسه في اليسار. وأيضا شكيلك احترام انحفاض الشحنات، بمعنى أن مجموع الشحن في اليمين ديال المعادلة كيساوي لي مجموع الشحن في اليسار ديال المعادلة ديالي. إذا لتحقيق ذلك نتبع المراحل التالية. يعني باش تكون عندي واحد المعادلة حصيلة متوازنة خصني نتبع المراحل التالية. كيكونوا عندي أنصاف المعادلات، تكون عندي باردون المزدوجة ديالي اللي هي هادي، كنحطها كندير Mn4- كتعطيني Mn2+، مفهوم؟ كتابة نصف معادلة على الشكل التالي. ثم موازنة عنصر المغنيزيوم، شحال عندي ديال المغنيزيوم هنا وهنا؟ عندي Mn وحدة هنا وعندي Mn وحدة هنا، يعني متوازنة. المرحلة الثالثة هي موازنة الأكسجين بإضافة الماء. كنشوف هنايا، رجعوا معايا للسطر الثاني، كنشوف هنا عندي O وهنا ما عنديش O، هنا عندي أكسجين وهنا ما عنديش أكسجين. شحال من أكسجين كاين؟ أربعة ديال الأكسجينات، بالتالي خصني نزيد أربعة ديال جزيئات الماء زائد أربعة أش دوزو، مفهوم؟ أش كنلاحظ عاوتاني شنو كاين عندي؟ Mn Mn، أربعة ديال O هما أربعة ديال أوش، ولا عندي هنا زيد عندي واحد أش، ولا زيد عندي هيدروجين زيد عندي في اليمن. وبالتالي هنا موازنة عنصر الهيدروجين بإضافة أش بلس. شحال من أش عندي في اليمن ديال المعادلة؟ عندي 8 ديال أش، وبالتالي باش كنوازنهم بأش بلس، بروتون أش بلس، يعني زائد 8 أش بلس. هنا مزيان. نشوفوا دابا بالنسبة للانحفاض عناصر الكيميائية سالينا، اش غندوزو لانحفاض الشحنات. نشوف الشحنة اللي في اليمن واش هي اللي في اليسار. إذا عندي هنا واحد ناقص وعندي 8 بلس، يعني شحال في التوتال؟ غتكون 7 بلس. هنا 7 إشارة أن الشحنة ديال هاد مجموعة ديال الشحن اللي كاين في اليسار ديال المعادلة ديالي هو 7 بلس، وهنايا كاينة 2 بلس. يعني هنايا خص من في اليسار خصني نقص، خصني نقص باش تولي عندي غير جوج بلس. يعني اش خصني ندير؟ خصني نزيد خمسة ديال الالكترونات. كيما كنعرف ان الالكترونات الشحنة ديالهم كتكون سالبة، وبالتالي في الاخير غنحصل على مجموع الشحنات في اليسار غيكون جوج بلس، وعلى اليمين غيكون جوج بلس، ولا هنا غنكون وزنت المعادلة ديالي، مفهوم؟ نصف المعادلة ديالي، مفهوم؟ اذا نمرو للتمرين التطبيقي. اكتب نصف معادلة الكترونية متعلقة بالمزدوجتين، عندي المزدوجة الاولى ومزدوجة الثانية، نحاول نتبعو نفس المراحل ونشوفو النتيجة. اذا عندي المزدوجة الاولى كنحط المؤكسيد ديالي وكنحط المختزل ديالي.
شحال عندي ديال اس هنا؟ عندي 4 وهنا عندي 2، اذا اش خصني ندير هنا؟ خصني نضرب هذه في 2 باش تولي عندي نفس السفخ اللي كاينه هنا كاينه هنا. فوالا هاي دابا عندي، نشوفو دابا شحال عندي ديال اس في التوتال. عندي 4 هنا، عندي 4 هنا، وعندي 6 وهنا عندي 6. مزيان. الوغ الشحنه شحال عندي؟ الشحنه مجموع الشحن هنا، هنا 2 موا ياك، وهنايا عندي واحد 2 بالخضر، هاي غنضربها في 2 تولي 4 موا، يعني عندها 2 موا وهنا عندي 4 موا. يعني خصني نزيد هنا في اليسار ديال المعادله، خصني نزيد 2 ديال الالكترونات باش توازن لي المعادله. مفهوم؟ يعني امور سهله، يكفي انك تتبع المراحل اللي شفنا في الديابول اللي قبل. ندوزو للثانيه، سي ار 2 او سا 2 موا سي ار 3 بلس. يعني شحال ديال الكروم عندي هنايا؟ عندي 2 وهنا عندي 1. فهم؟ هذه الشحنه، ما تبقاوش تخلطوا بين الشحنه وعدد الذرات. عدد الذرات كيكون هو هذا الصغير اللي تيكون انديس لتحت، والفوق كتكون الشحنه. مفهوم؟ يعني عندي 2 ديال الكروم، هنا عندي 1، وبالتالي خصني نضرب 2 هنا ديال الكروم. صافي. او عندي في هذا الطرف والطرف الاخر ما كايناش الاكسجين، باش كنوازنوها بجوج جزيئات الماء، يعني خصني نزيد الماء. شحال نزيد؟ 7. علاش؟ حيت او عندي 7 حداها، 7 ديال او، وبالتالي خصني ندير نزيد 7 ديال جزيئات الماء. ولا عندي مشكل اخر، ولا عندي هنا الهيدروجين، وهنا ما كاينش عندي الهيدروجين، وبالتالي شحال عندي من ذرات الهيدروجين على اليمين؟ 14 اش. بالتالي خصني ندير نزيد هنا 14 اش بلس. دابا درنا انحفاض العناصر الكيميائيه، ندوزو لانحفاض الشحنه. نشوفو الشحنه ديال هنايا شحال عندنا هنا 2 موان، وهنا 14 بلس، يعني 12 بلس هنايا، وهنايا 2 في 3 هي 6. وبالتالي شحال نزيد من الالكترون؟ غنزيد 6 ديال الالكترونات على اليسار، وبالتالي باش يكون مجموع الشحن هنا 6 بلس، ويكون هنا 6 بلس. حتى هنا كنكون ساليت الموازنه ديال نصف المعادله ديالي. مفهوم؟ اذا نمر لمعادلة تفاعل اكسده اختزال. معادلة تفاعل اكسده اختزال، يتم فقدان الكترون من قبل نوع كيميائي الا اذا وجد نوع كيميائي اخر قادر على اكتساب هذه الالكترونات. يعني هذا المؤكسد يكتسب الكترونات من عند واحد المختزل اخر ديال مزدوجه اخرى، وبالتالي في تفاعل اكسده اختزال يتم تدخل مزدوجتين اكسده اختزال، حيث ان فيها من هذه الخاصية كل تفاعل أكسيد اختزال لابد أن تشارك فيه مزدوجتين. الأولى هي أوكس أن غيد أن، يعني مؤكسد رقم واحد ومختزل مرافق له رقم واحد، وأيضا المزدوجة الثانية لأوكس جوج الريد جوج، يعني مؤكسد رقم اثنان ومختزل رقم اثنان، حيث يتفاعل مؤكسد إحدى المزدوجتين مع مختزل المزدوجة الأخرى. مفهوم؟ يعني ميمكنش يتفاعل ليا هاد المؤكسد مع هاد المؤكسد، لا، وهاد أو هاد المختزل مع هاد المختزل، ميمكنش، ضروري يتفاعل ليا هاد المختزل مع هاد المؤكسد باغدون مع هاد المختزل، أو العكس يتفاعل ليا هاد المؤكسد مع هاد المختزل. مفهوم؟ إذا فمثلا عند تفاعل المؤكسد أوكس واحد، يعني إلا كان هذا غيتفاعل مع من غيتفاعل ليا في هاد الجوج؟ غيتفاعل ليا بطبيعة الحال مع هذا، مع المختزل، مؤكسد مع المختزل. هاد واحد ياخذ واحد كيعطي مع المختزل ريد 2، باردون، تفاعل مع المختزل ريد 2، هادي راه اثنان ماشي واحد، تتصحوا ريد 2. نحصل على المعادله الحصيله للتفاعل باتباع الخطوات التاليه. هنايا اش كنديروا؟ كنديروا انصاف المعادله ديال نصف ديال المزدوجه الاولى، كنسبقوا من اوكس 1 حيت هو المتفاعل ديالي، يعني اوكس 1 زائد ان 1 الكترون تعطينا ريد 1. هاد ان 1 هي عدد الالكترونات متبادله بين اوكس 1 وريد 1. مفهوم؟ وكنديروا نصف المعادله ديال المزدوجه الثانيه، وكنسبقوا بغيد 2 حيت المختزل ديالي غيد 2 هو المتفاعل، وبالتالي غنسبقوا ريد 2 كتعطيني اوكس 2 زائد ان 2 الكترون. ان 2 هي عدد الالكترونات المتبادله بين غيد 2 واوكس 2. كنلاحظوا اننا درنا الاقواس وضربنا الفوق، ضربناه في ان 2 والتحت ضربناه في ان 1. لماذا؟ نظركم باش نختزل بالالكترونات، حيت الا شفنا على يسار الاسهم غنلقاو عندنا ان 2 ان 1 الكترون غتكون عندي، وبالنسبه لليمين اليمين المعادله غتكون عندي ان 1 في ان 2 الكترون، وبالتالي كنختزلوا بهذيك ان 1 ان 2 الكترون من اليمين ومن اليسار، وفي الاخير كتبقى ليا
ان جوج اوكس واحد اللي هي هذه زائد ان واحد غيد جوج اللي هي هذه كتعطيني اي واحد ان جوج في غيد واحد زائد ان واحد في اوكس جوج. مفهوم؟ اذا نمر له التمرين التطبيقي باش نحاول نطبقوا فيه هادشي اللي شفنا دابا ديال تفاعل اكسده اختزال. اكتب معادلة تفاعل ايون الحديد الثاني اللي هو Fe2+ وايون البرمانغانات اللي هي Mn2+. اذا غنبداو بنصف معادلة الالكترونية للبرمانغانات اللي هي Mn4- ديجا شفناها هي Mn4- ودرنا لها المعادلة درنا موازنة ديال المعادلة Mn4- زائد 8H+ زائد 5 الكترونات Mn2+ زائد 4H2. غندوزو لأيون الحديد الثاني نصف معادلة ديالو غيكون على الشكل التالي Fe2+ زين Fe3+ زائد واحد الكترون. وبالتالي هاد نصف عندي جوج ديال الأنصاف معادلة هاد الأولى هاد الثانية غنحط وحدة تحت وحدة وغنشوف عدد الإلكترونات خصني نوازن الإلكترونات شحال عندي من إلكترون هنا عندي واحد يعني المعادلة غنضربها كاملة في واحد. المعادلة الثانية شحال عندي الإلكترونات هنا خمسة غنضرب هادي في خمسة داكشي غنديرو المعادلة الحصيلة ديالي كما شفنا هذه كلها ضربناها في واحد والثانيه غنضربوها في خمسة يعني كنضربوا هذه في ان جوج وهذه في ان ا ان ان ا هي خمسة وان جوج هي واحد واحد راه ما غنكتبهاش لا تؤثر معادله وهذه غتكون هي خمسة في اف او دو بلس اف او 3 بلس زائد واحد الكترون وبالتالي غتختزل لي خمسة الكترونات من هنا خمسة الكترونات من الطرف الاخر فهم غنحصل في الاخير على خمسة اف او دو بلس زائد ام ان او 4 موا زائد 8H+ كتعطيني 5 Fe3+ زائد Mn2+ زائد 4H2 وكنكون في الاخير حصلت على المعادله الحصيله ديالي ديال تفاعل اكسده اختزال ديال ايون الحديد الثاني Fe2+ والبرمانغانات Mn4+. الى هنا نصل الى نهايه الفيديو. شكرا على حسن تتبعكم والى اللقاء.